تمام اهل ماوس قاعد. نحن قلنا اليوم حناخذ خمس انواع من التايمر. في اي بي ال سي انواع التايمر الخمسه، حط لي جميع الافكار وانا نختار، لكن لازم نقعد فاهم التايمر بس نعرف روحي انا شنو نقعد فاهم البروسس. لما بدير بروسس نقدر نروح شنو نبي من البروسس. وعلى ضوها نبحث التايمر اللي ما فيش حد حافظنا، انا مش حافظنا، كل ما نبحث كل ما بنحاول نفهم نبي نستعمل واحد ضروري نرجح لنا الخمسه. كل تايمر حاطينه بروحه، لكن الرسمه هذه ميزتها شامله. ميزتها شنو؟ شامله الخمسه. شو نشرح لي هنا؟ التايمر عنده انبوت مفتاح ستارت ولا ستوب، وعنده اوتبوت وهو الشيء اللي بيشغله ونقوله مثلا مضخه. معايا؟ هذا الانبوت، هذا التايمر الاول اهو، وهذا تايمر اخر، وهذا تايمر ثالث، وهذا تايمر رابع، وهذا تايمر خمس. التايمر الاول اسمه اسبلس، التايمر الثاني اسمه اس بيكست، التايمر الثالث اس اون تايم ديلي، وهذا اون تايم ديلي ست، وهذا اوف تايم ديلي. تمام، بغض النظر على الاسم ها كويس. كانك لاحظت انا اعطاني ادرس اي معناها انبوت، وهنا قال لي هذا الكيو، هذا الاوتبوت بتاع التايمر الاول، اوتبوت الثاني، اوتبوت الثالث، اوتبوت الرابع، اوتبوت الخامس. الغرض من هذه الرسمه شنو؟ يقول لي لو نعطي انبوت كيف يستجيب التايمر هذا وكيف يستجيب التايمر هذا في رسمه واحده. فقال لي هنا نحن قاعدين شنو؟ قاعدين هنا زيرو بعدين قلبنا 1. في معلومه بنقول لك وحنجيبها مره اخرى، الرقي هذه عرف النقطه الحافه هذه يسمي فيها بوزيتيف ايدج، يعني تغيير من الزيرو لل1، وهذه يسموا فيها نيجاتيف ايدج، يعني تغيير من 1 للزيرو. هنا مفتاح درت لأون سموا فيها بوزيتيف ايدج، وهذه درنا لها اوف. التايمر يستجيب للبوزيتيف ايدج في حالات معينه، بعدين احنا مرات نخلوه يستجيب مش في التايمر من النيجاتيف، لكن التايمر يحب في البوزيتيف ايدج. لما يشوف البوزيتيف عارفك انك انت غيرت من الزيرو لل1، يعني ضغطت المفتاح. واضح؟ فقال لك انا لحظه لو ان المفتاح موصله مع التايمر الاول، ريتها اول ما نعطي التايمر اون يعطيني الاوتبوت اون. واضح؟ اطلع يعطيني الاوتبوت اون لمده زمن، هو مدام تايمر اعطي زمن، انا اخذ منه اوتبوت واعطي زمن وليكن خمس ثواني. خمس ثواني قال لك هذا لو نعطيه اون هذا الاوتبوت حياخذ 1 لمده خمس ثواني بشرط ان الاون يقعد مستمر، لو رديته حيطفي. شفت هذه؟ شوف الفرق بيني وبين هذا. هذه التايمر هنا، انا اعطيت اون، لو موصله بهذا هذا الاوتبوت حياخذ اون، البمب حتشتغل وهذا البمب حتشتغل. التايمر اهو تايمر اطول صح؟ هذا بدا يعد في التايمر، يعد يعد ما زال ما طقش الخمسه، طق الثلاثه، طفيت هذا، هذا حيطفى، لكن هذا لا حيمسك التايمر. هذا ما عادش يعدل على الان، ما دام حق البوزيتيف مهما ولعت وطفيت حيمسك الزمن بتاعه. هذا الفرق بينه. يعني هذا لو رديته اوف يلغي العد. هذا لو رديته اوف العد ما يلتغش خلاص. حيقعد، معنى هذا لو خذينا تايمر ودرنا له تايمرين وعطينا الاثنين خمس ثواني، خذينا الاس بالس والاس بيكس وعطينا عن نفس الاون، هذا حيشعل خمس ثواني، حيشعل ثانيه اثنين ثلاثه اربعه طفيناه مش هيقعد الخمسه، طفيت عليه هذا اربعه طفيت ما يعدلش حيكمل الخمسه. واضحه هذه؟ عرفنا تو الفرق ما بين الاس بالس والاس بيكس. التايمر هذا شوفوا هذا لو اعطيته اون تمام، طبعا هذه غلطين راه هذه جايه هن. هذا لو اعطيته اون التايم هذا يب ما يطلعش، ما شغلش المضخه، ما شغلهاش الا بعد زمن انت حاطه فيه. مثلا هذا اهو مثلا اعطيناه حطينا له خمس ثواني، اعطيناه تايم كتبنا له خمس ثواني واعطيناه اون، يبدا يعد اول ما نعطيه اون يحق البوزيتيف ايدج يبدا يعد، بعد خمس ثواني شغل المضخه. ركز معايا يا باشمهندس، بعد خمس ثواني شغل. واضح هذه؟ يبدا يعد ما يشغلش طول هذا. لكن شنو الفرق بينه وبين هذا؟ اول ما نطفي ما يكملش العد، اول ما نطفي يطفى، اول ما نطفي يطفى. يعني هذا شنو صار؟ اعطيته اون عد الخمس ثواني، بعد خمس ثواني دار اون، طفيت طفى عكس هذا. افطر هذا، هذا اعطيته اون بدا يعد، طفيت ما عدلش عليه كمل العد وخذ اون، ما عادش يتفلط. حيستمر مهما درت حاجه تقول كيف يطفى. فهذا الاخير هذا، هذا قال لك لو اعطيت اون حياخذ اون الاوتبوت ويستمر، لما تعطي اوف يطفى بعد زمن.
يطفى بعد زمن. يبدا يعد بعد الاوف. بعد الاوف يبدا يعد. اعطاني هو الافكار وقال لي البروسيس بتاعك مش هيخرج من هذين. كيف نختار؟ انت عقلك. انت فهمك للبروسيس جوا. وبعدها مرات رانا احنا شنو نديروا حتى برامج صغيره نغلق ونحط واحد نكتشفه ما يخدمش. نغير تصير هذه. فهو لين داير لك السيموليشن هنا فتلقاه بتاع الشركات يشتغل اكثر من مره، يشتغل ويجرب يشتغل ويجرب ويخش جوا ويرد ويخش جوا ويرد من يوصل للحل النهائي. ما فيش حد يحمز من اول مره ولا ثاني مره يجيبها، ياخذ وقت معايا، فياخذ وقت بس هو يستوعب البرنامج كويس. الكتاب هذا شن داير اللي يقرا هنا؟ انا اهم شيء لما ناخذه من المكتبه في البي ال سي في لذر حيطلع بالشكل هذا. اهم شيء كيف نكتبه يطلع لي بالشكل هذا. اهو الاسبلس يغير لي هنا بس اسبلس ولا اسبكس ولا التسميه الخمسه. هذا اسبلس اول شيء لما نكتبه لذر هذا لازم نعطوه ادرس فوقه هنا. يعني احنا قلنا مرات نستعمله 128 تايمر، فحتسمي الاول تي 1 وتسمي الاخير 128 تي 1 تي 2 تي 3 ما تعطيش ادرس زي بعضها، وكانك ما اعطيتهاش ادرس حيشتغل حيدير لك استفهام فوق. فالتايمر يبي ادرس والكاونتر تنجو حتى هو يبي ادرس، حنكتب فوق هنا تي كذا كذا، لك الحريه من واحد لعند عدد التايمر اللي يشيل. كويس. الانبوت هذا هو هذا مفتاح الستارت اللي بيشغل لي، حنحطه هنا. مفتاح الستارت حنحطه هنا اللي بيشغل لي. معايا؟ انا مرات عندي سير نبي نشغل بعد ما يطلع المنتج خمس ثواني يطفى مثلا وهكذا يعني. المهم وحنديروا نحن مثال بعدين برمجه. التي في هذه اختصار شنو؟ شوفوا ترجمتها. بريست تايم فاليو، انا حندخل التايم بتاعي. نبي المعده تشتغل خمس ثواني، نبيها تشتغل بعد خمسه، نبي لها تشتغل خمسه، نكتب، لكن تكتب بشكل شنو؟ بشكل خاص، يكتب فيها كشف على سيمس. هذا طبعا الشرح بتاع اخر، لكن تو تهمني كيف تكتب، تكتب كريتها. حنكتب اس 5 تايم هاش، بعدين نكتب الزمن 2 سكند 2 ساعه زي ما نحن نبغى. هو حيكون بالشكل هذا. استعملنا تايمر واحد حنسموه نعطوه ادرس تي 1، استعملنا واحد اخر نحتاجه مرات واحد اخر نسموه تي 2. اول انبوت هذا حيدخل على حاجه اسمها اس 6، يعني قصده بها 6. كم تتذكروا الفليب فلوب 6 ريست. ثاني واحد اسمه سميه تي في، قال لك انا ادخل فيه التايمر، وهذا قال لك حنسموه اس 5 تايم، حنقوله اس لابد نكتبه في الريد اس 5 تايم هاش مثلا 5 سكند. هيك ما راح ياخذ الخمسه، لكن الستاندرد بتاع كتيبته بالشكل هذا في سيمنز. تمام؟ كويس. الاخرى هذه ريست. ريست هي طفي. لو اعطيت واحد انا حيطفى بالكامل. معايا لو احتاجته. الاوت بوت بتاعي هو المضخه اللي بنشغلها او الموتور اللي بنشغلها. كيو مثلا 1.0. تمام؟ بعدين هنا اعطاني بي اي وعطاني الباينري كودد ديسيبل العشري المشفر بالثنائي، هذين ديسبلاي بس مش هو يبدا يعد، هو يبدا يعد بالخمسه وينزل يطلع لك العد هنا بس، هذه ما تحطش فيه حاجه يبدا يعد معايا، يعد هنا بالعشري يعد هنا بالعشري المشفر بالثنائي كعد بس ما تستعملش. نحن شنو يهمنا؟ يهمنا ادخال الانبوت اللي هنا وليكن بايت 0 بت 0، ويهمنا ادخال، وهذا ممكن ندخله ممكن لا حسب احتياجك تقدر ما تستعملش. تمام؟ وتختار بالمكتبه، المكتبه بعدين لما نجوا نحقوا فيها خمسه نختار اللي نبغى. نجوا هنا اخرى هنا نبغى نفهموا طريقه عمل اخرى هي. كل تايمر تحط عليه حتلقاه داير لك زيها، انا حتى هذه تعجبني ديما اتبع فيها يا. كاتب راه هو لما نعطي كذا ما نحبش نقرا الكتيبه بقدر ما الرسمه نحط فيها تعطي فيها شنو الصح. الرسمه نفهمها كالاتي، هذا الاس بلس. اول اس هذه اختصار ريزلت
لوجيك اوبريشن، يعني النتيجه ما تعدلش عليها ريزلت لوجيك. هذه الاس هو الاس اللي هي اللي هو الانبوت اللي فعل باهي، وهذا الريست. الريست لما نديرها توقف الدنيا كلها تطفى، لما نديرها تطفى. هذا التايمر بيبدا يعد، هذه انساها. انا قال لك انت حصل 1 و0، طبيعي الزيرو عكس ال1، فهذه ما تبحثش فيها، خليش تضغط. قال لي هنا لو عطيت 1، لو ضغطت، لو عطيت 1 في الاس في الاي 00 واضح اعطيتها 1، التايمر شيل في هذا النوعيه هذه الاسبونس. قال لك التايمر يبدا يعد، التايمر يبدا يعد ويطلع اوت طول. لو عطيت 1 يطلع اوت طول والتايمر يبدا يعد، تمام، يبدا يعد التايمر. اها ده يبدا يعد مثلا التايمر 5، بعد 5 يكمل التايمر وهذا يطفى، حتى لو ال 1 استمرت في الاس، الاوت بوت حيقعد مستمر ما استمر التايمر، ومن يفعل يفعل هذا. ولكن في حاله اخرى طلها يا هنا حاله ثانيه، قال لك باهي لو عطينا اون التايمر يعد وهذا ياخذ، التايمر يعد قبل اللي يكمل عد طفينا حيطفى لنا اثنين. شفت الحاله الاخرى؟ هنا يعني هيك فهمناها كالاتي يا قال لي لو عطيت هنا اون لو سكرتها يعني اعطيتها واكر ون كان زيرو خليتها ون، قال لي هذا يبدا يعد 5، هذا شو يدير؟ اول ما اعطي انا ون هذا ياخذ ون طوله، ياخذ ون طوله، يبدا يعد 5 4 3 2 1 0 يطفي. لكن لو فبشرط هذا قاعد، لكن لو ولعت هذا اللي ولعت هذا بدا يعد 5 4 طفيته واضحة هذه؟ يعني هذا يبدأ يعد وهذا ماسك بشرط أن هذا يقعد ماسك. تقول لي نبي الحالة الأخرى، نقول لك نعدل التايمر اللي بعده، احنا خلينا تو في التايمر. واضحة هذه؟ واضحة. ها أنا وصل ريتها. الريست هذه نقدر ما نحطهاش، ياخذها السي بي يحمل، إذا كان احتجت لها نحتاج لها في بعض الحالات. باهي لو واحد يقول لي اعطيت 1 هنا وهذا بدي يعد، اعطيت ريست تطفك الريست يتغلب عليهم بالكامل. نجول التايمر الاخر اللي هو الاس بيكست، اسمه اكستندد بلس اس 5 تايمر الاكس بيكست. نجي على طول انا هنا نفس الشيء، طبعا كل ينكتبه بنفس الطريقه، لكن نجي الرسمه هذه هنا بنفهم الاس بيكست. الاس بيكست كالاتي، بسم الله. هذا الاون لو عطيت الاس 1 التايمر شي يدير يعد، والاوت من شي يدير ياخذ نفس اللي بدري، تقول لي يقول لك نفس اللي بدري. لما يكمل التايمر الاوت بوت حيدير اوف، بشرط ان الان قاعده. باهي لو عطيت ان عطيت الانبوت 1 الاوت بوت ياخذ 1 وهذا يبدا يعد، لو طفيت هذا ما يعدلش ال1 مستمر. هذا الفرق بينه وبين اللي قبله، اللي قبله لو عطيت الانبوت الاول هذا الاس طفيته يطفي، يوقف التايمر ويطفي الاوت، هنا لا معاش يستمر العد. يعني تحصل فيه ما دام عطيت ان شاء الله، يعني تخيل الانبوت قلنا لك عطي بلس عطيناه، حيستمر التايمر ويستمر الاوت بوت مده التايمر. واضحه هذه؟ ريت الريست هنا يا. انا اعطاك مثال على الريست، هي الريست ريتها. قال لك لو عطيت اون هنا طلع اهو الريست يوقف الدنيا كلها ريتها. اول ما التايمر يعد ريتها انا، ها التايمر يعد اول ما تعطي ريست يطفي الدنيا كلها. نعدوا للتايمر اللي بعدها، هذا الاسبكس اللي قلنا عليه طريقه كتيب تعرفينها. نجولي اون ديلي تايم، الاون ديلي تايم اهو نعدي للرسمه طول. هو الاون ديلي تايم قال لي لو عطيت اون هن التايمر يبدا يعد، لكن الاوت بوت ما يطلعش. هذا الاوت بوت، ها الاوت بوت ما يطلعش ريتها. امتى يطلع امتى يشتغل الاوت بوت؟ اول ما يكمل عد. كاني قلت انا لما نبي نعطي ستارت نبي المضخه تشتغل بعد ضغط ستارت بعد 5 ثواني، بعد 5 ساعات فنستعملها. فهذا قال لك لما تعطي اون يبدا يعد، لكن ما فيش اوت. اول ما كمل العد، انا كمل العد صح؟ هذه خذت اون حقيتها، كمل العد خذت اون، تاخذ اون الى ان نطفي الان، ما دام الان قاعد وهو ماسك.
جينا مرة أخرى هن الحالة الثانية، قال لك بقى تخيل أنت عطيت إن وهنا بدأ يعد، تمام؟ طفيته حيطفي التايمر، طفيته حيطفي التايمر، معايا؟ كويس. نجي للنوعية الأخرى، هذين راهي ما ينحفظونش، لو أنا كان تقول لي أشرح الأخير تو اللي جاي مرات ما نجاوبش لين حق الرسمة، فحيحط في الرسمة قدامي لما نبرمج. ما هي؟ الآخر هو شن قال لنا الآخر؟ قال لنا لو عطيت 1 في الإنبوت التايمر يبدأ يعد والأوتبوت ما يطلع شيء، بعد ما التايمر يكمل يطلع لكن ما يعدلش على الان، يعني الفرق كل واحد راه يفرق على الاول في حاجه. اللي قبل هذا اول ما نعطي ان التايمر يعد، يكمل التايمر يشغل الاوت، لكن الان يتحكم فيه لو نطفيه يطفى. الثاني واحد تلقى نفسه لكن الان ما يتحكمش فيه، الان يدير له ستارت لكن لو طفيت ريتها لما نطفي ما يعدلش، ريتها انا مش طفى اعطينا ان عد التايمر، اهو طفينا التايمر كمل عد. الاول لما نطفوا التايمر يوقف عد، راه ديما الاول والثاني تلقاهم بالشكل هذا، واضح هذه؟ اللي قبل هذا كاين لما نعطي اون التايمر يعد، يكمل التايمر يشغل الاوت. لما نعطي ان التايمر يعد، طفيت يطفي الدنيا كلها الان. هذا لا، ما دام عطيتها بوزيتيف ايش حصلت فيه؟ عد لك تايمر شغل لك الاوت، ما عادش يعدل عليك. ما عادش يطفي الا الريست. ما عادش يطفي الا الريست. نجول الاخيري اللي هو هي الاخيري هذا ولا هذا؟ قال لك لو عطيت ان ما فيش حاجه تعد، لما تطفي يبدا العد. معناه ايش؟ ما نتشغل فيه، تشغل فيه النيجاتيف اتش، ما تشغلش فيه البوزيتيف. هذا هذا كاهي هذا كاهي لما نعطي ان يعد، هذا لما تعطي اوف يعد، معناه يحط في النيجاتيف. مش سمينا هذه بوزيتيف اتش نحن، وهذه سميناها نيجاتيف ايدج. نيجاتيف ايدج هو التغير، البوزيتيف ايدج هو التغير من الزيرو للون، والنيجاتيف هو القلبه من الون للزيرو. هذا يحق في النيجاتيف، اول ما حق النيجاتيف التايم الاوف ديلي تايم بدا يعد، وهو طلع لا طلع شو يدير؟ اول ما اعطيت بوزيتيف طلع اوتبوت، اول ما اعطيت بوزيتيف يعني البوزيتيف تشغل في الاوتبوت والنيجاتيف تشغل في التايمر. اعطيت بوزيتيف طلع لي 1، يقعد قاعد ديما الون. امتى يعد؟ بعد ما نطفي، يعني هو يطفي المضخه بعد الاوف بساعه مثلا. يعني نحن نقولوا المضخه هذه بنشغلوها تشتغل، لكن لما نطفي ما تطفش تو، تاخذ وقت. كاين مضخه كرود اويل خايفين عليها مثلا، بنديروا لها حمايه عليها كرود اويل ثقيل، بوا تطفى بعد زمن. مضخه الكولينج بتبريد المولد حراره تو، لما التربينه تدير ترب ما نبوش المضخه تطفى مباشره، هي مضخة الزيت نبغى تاخذ وقت معايا نتحكم فيها ريتها. فهنا قلنا اول ما نديروا ستارت هو الاوتبوت، الاوتبوت حيشتغل، مضخة حتشتغل، تمام؟ اول ما نطفي حيبدا يعد التايمر، تطفى بعد زمن. الحالة الأخرى هي عطيت اون اشتغلت، طفيت قاعد يعد، وريتها أنا ولعت طفيت الاوتبوت مستمر مش معدل، ريتها الاوت مستمر هنا يمسك شنو؟ يمسك التايمر. كويس. هاي هيك قالوا المصريه هي كده. قول لي كيف لك هي كده يعني؟ ها؟ لا التوربينه ممكن نحاول نفهم انها التوربينه عمرها معتمده على التايم، التوربينه ديما تعتمد على الحراره. التوربينه عمرها معتمده على التايم. ديما يعتمد على الحراره، ما يقدرش يعتمد على التايم في التوربين لان الحراره في الشتاء شكل وفي الصيف شكل. فالتوربينه لما توقف ويشتغل كثير ننجيري تحكي عليه انت، يبحث في درجه العدم. ما فيش تايمر. في التوربينه لا تجد تايمر لان مشكلته حراره، هو فيراقب في الحراره، فديما يراقب في حراره المدخن، حراره نحن نقولوا الاكزوست، يراقب في حراره الاكزوست. فالتيرنينج جير يطفى بعد حراره فيل، يقول لك 72 ساعه الكلام مش مضبوط، يبحث في الحراره. معايا؟ فهو ممكن نطبقه عليه كتايمر يعني. ها
تمام. الخمسه هذين ما بنش حفظ، يبقى تكرار ويبقى فهم ويبقى محاوله ويبقى خطا، بس انا نصلح. انا مرات رب خبرتي هذه مبرمج اكثر مره يصلحوا لي جماعه اللي قاعد زين نغلط، يجي يقول لي لا يقول له مضبوط والله، مرات نقعد نعب عليهم انا دماغي نلقاه خلاص قفل، فنقعد نستنجد باللي قاعد يوريني، فبرمجه هي. فلهذا البرمجه ماهيش تعليم اكثر من انها تركيز، معايا مضبوط ولا لا؟ فانت تعطي له اساسيات وهو مرات يغلبك في البرمجه، لان البرمجه زي ما قلنا زي الرياضيات يعني، ممكن فصل تحط فيه وحدتين، واحد تلقاه عنده رغبه ان يتعلمك، زي اللغه واللغه الانجليزيه تلقاه العكس، اللي مركز الرياضيات تلقاه ضعيف في الانجليزي وهكذا مهارات. فالبرمجه قاعد عندك التولز انت، وبعدها الباقي شورك. فنحن تو الان تقريبا كم خذينا الخمسه تايمر، خلونا ناخذ برنامج بروسس فعلي، ناخذ بروسس نفهمه ونبرمجه، تمام. ننتقل الان للباوربوينت. لنرى هنا مثال عندنا بسيط، كويس. هنا شن قال لي؟ هنا قال لي الآتي، يا عيني أيوة. هنا قال لي الآتي، قال لي عندي عربة هنا، والعربة هذه تتحرك بالشكل هذا، تتحرك بالشكل هذا. قريت هنا شن دار لي؟ مفتاح الستارت نورمالي اوبن، ومفتاح الستوب نورمالي اوبن. ها قابلني تو، فانا بخليه نورمالي اوبن، برجو نورمالي اوبن معايا، مرات يقابلنا نورمالي اوبن، تمام. وحط لي ساس هنا او نهايه هنا، وحط لي نهايه هنا، حط لي ليمت سويتش بحيث السياره لما تضرب فيه تسكر، وحط لي هنا ليمت سويتش بحيث السياره لما تضرب فيه تسكر. واضح؟ شن قال لي نفهم هنا؟ قال لي وين ستارت بوتوم، لما تضغط البطمه هذه موتور هذا سياره، ويل موف فروم ليفت تو رايت، هي رايت ريتها تو رايت تحركت. لما نضغط ستارت قال لي السياره تمشي. معناها اول حاجه احنا بندير الرانج الاولى ان معناها الموتور عنده خلينا نقولوا كاينه في موتورين، كاينه في نتعامله كاينه في اثنين، واحد يتحرك رايت واحد يتحرك ليفت. واحد حنعطوه مثلا كيو 1.0 والاخر كيو 1.1. واضح فكره؟ يا اثنين يا اثنين ماتوري يا قلب فيزر، سهله. لكن تعاملوا مع اثنين اخر كويس. هذه طبعا الاس 1 وهذه الاس 2، انا غار هذه الاس 2. فقال لي تحرك يمين، قال لي وين الاس 2 از اون، هو لما يتحرك يمين يوصل للنهايه حيضرب المفتاح، صح؟ حيضرب المفتاح. قال لي لما ال اس 2 هذه اون يسكر الكونتاكت، لان ضربات السياره السياره دي حتوقف لمده 5 ثواني. معناها قال لي لما تدير ستار السياره تمشي تضرب في المفتاح، اول ما يجيني اشاره من المفتاح معناها انا في سياره بتجي في 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 معلومه بتجيني منها، في معلومه بتجيني منها بتوقف السياره 5 ثواني. كويس؟
ان ذنب هذا بروحه ضريتها مشت ضربتها رجعت 5 ثواني وبعدها قال لك ترد من جديد. ولما ال اس 1 هذا تضرب فيه السياره الدنيا كلها توقف. واضحه؟ اللي بنديروا هذا وبعدين نديروا حاجه اصعب. الاصعب شنو؟ ما عادش توقف السياره. تضغط سيبها كاين لعبه اطفال هيك يقولوا. نظرتك جايه حيره. لا لا تمام تمام واحده واحده صدقني حتى لا ده ينظر واحد عندي لا بس تو وضحات علينا اهم شيء وفاهم الفكره. نحن تو بنخشوا على سيماتيك مانجر. دير لي دبل كليك ودير لي مشروع سميه موتور 1 سميه كار 1 حسب ما استفدتك. اهم شيء شاركوا شاركوا بعضكم بس. باشمهندس انت اللابتوب بتاعك كويس صح ولا ما عندكش مشكله فيه؟ لا لا ما اشتغلش. زرت كليك يمين وتشغيل كم مسار؟ لا لا في واحده من الستيب يبدو ان الستيب رقم 7 لما يدير في انستوليشن الستيب 7 ما بيشتغلش صح ما يشتغلش لما يدير في داونلود البرنامج ما يشتغلش. غريبه هذه لا جيبها لي بس كيف شنو ستيب 7 هذه؟ شنو؟ اعطاني مسج يقول لي ان الستيب صارت مشكله في الستيب 7 ما عرفتش انستوليشن مش عارف. هيك حنوقف انا التسجيل بعدين نستمر في البرمجه.